سوف أسأل الناشط السياسي سمير سكاف، هل سيبقى المعتصمون في الساحات؟ يعني سمعنا أنه ممكن يرجعوا يضعوا خيم بساحة الشهداء، هل هذا التوجه موجود لدى المعتصمين أم لا؟ التوجه اليوم هو أنه الحركة تبقى مستمرة. هلأ شكل الحركة رح يتبلور مع الأيام، وهي مع الساعات بالقليل القادمة، لأنه نحن متوقعين أنه وجع الناس، جوع الناس هو العنصر الجامع، هو قائد ثورة المجتمع اللبناني. وكنا عم نراهن دايما أنه حتى مجتمع حزب الله ما بيقدر يكون خارج سياق حركة المجتمع اللبناني، لأنه الوجع واحد والألم واحد، وهيدا كنا متوقعين. والحكومة غير قادرة إطلاقا أن هي تجاوب على أوجاع الناس، مشان هيك بعتقد أن الحركة رح تكون مستمرة، رح بيكون إلى أوجه مختلفة. البعض يريد أنه ينزل بالخيام، البعض يريد أن يعمل مسيرات سيارة، ولكن أكيد رح نشهد على قطع طرقات، على مشاهد شفناها بأول الثورة، على إطارات مشتعلة، قطع طرقات. هيدي هناك عدة عناصر وعدة إمكانيات من التعبير، ولكن التعبير رح يبقى بالإطار السلمي. هيدا شددنا عليه بالأول، وهيدا رح نشدد عليه اليوم. شو خصوصية هذه الليلة؟ هل هي تجدد للانتفاضة أم هي صرخة لن يعقبها تحركات مثل بالسابع عشر من أكتوبر؟ أنت كيف تصف هذه الليلة؟ هل هي تعويض عن اللي حصل يوم السادس من حزيران، يوم السبت الماضي؟ كيف تصف هذه الليلة؟ نحن بنعتبر أنه الثورة مستمرة من 17 تشرين من دون أي تغيير، لكن يلي يختلف هو إيقاع الثورة بحسب المطالب وبحسب وجع الناس. اليوم الإيقاع الوجع كان مرتفع بحكم ارتفاع جنوني للدولار الليلي، يلي رح ينعكس على السلع اليومية، رح ينعكس على أسعار الحليب والبندورة وكل الأمور الحياتية اليومية. وهيدا الوجع رح يوجع الناس كتير، لأنه الأجور رح تنخفض، القدرة الشرائية رح تنخفض بشكل هائل جدا. ورح نلاقي انه اليوم، والمخيف انه رح نوصل الى دراما اجتماعيه يوميه قد نشهد فيها بعض الجوانب الامنيه على المستوى الشخصي، مش عم بحكي على المستوى الجماعي هون. طيب كيف تصفون، تقرؤون بيان اللي صدر عن قياده الجيش انه لن يكون هناك كلمه لقائد الجيش، وهو لم يطلب من العناصر ان يقفوا الى جانب المحتجين؟ انه انتم كيف تصفون هذا الامر؟ رح يكون في تعامل بالعنف يعني مع المحتجين؟ الجيش هو مكون من مكونات الشعب، هو منه مكون منفصل عن الشعب اللبناني، هو موجوع مثل منه هو موجوع الشعب اللبناني. بانهار 6/6 الجيش كان واقف الى جانب الناس بحكم انه منع يصير في اي احتكاك مباشر بين الناس. هيدا شيء شهدناه نحن بنهار 6/6. اليوم بنلاقي انه الجيش واقف الى حد كبير على الحياد بين الناس وبين السلطة. نحن ما بدنا من الجيش يكون حارس للسلطة، بدنا اياه يكون حارس للناس، حارس لتحركات الناس. مش مطلوب منه أكثر من هيك اليوم، مش طالبين منه انه يجي يتظاهر معنا، لكن نحن بنعرف انه هو رح بيكون متأثر بشكل أساسي. الأجور تبع العسكريين رح تكون متأثرة، عائلات العسكريين رح بتكون متأثرة. نحن بنعتبر الجيش هو عنصر من عناصر الناس وليس عنصر مستقل عنها. أنت قلت أنه رح يصير في قطع للطرقات، تؤكد هذا الأمر؟ يعني كان رئيس الحكومة طلب بآخر اجتماع أنه ما يصير في قطع للطرقات. ستعمد قوى الثورة والانتفاضة إلى معاودة قطع الطرقات؟ بالتأكيد رح بيصير في قطع طرقات، وهذا الأمر شهدناه الليلة بكل المناطق اللبنانية. أنا شخصيا كنت اليوم بطرابلس، وقدامي كان تم قطع ساحة النور، الطرقات بمحيط ساحة النور. شفناها كمان بعكار، شفناها بجبيل، شفناها بجل الديب، شفناها بالبقاع، شفناها بالجنوب، شفناها بكل المناطق اللبنانية. نحن متوقعين قصة قطع الطرقات تستمر بالأيام اللي جاية على الأقل. يعني تعتبرون هيدا هو السلاح الفعال للحصول على المطالب؟ هيدا سلاح يوجع السلطة. يعني نحن هناك أسلحة كثيرة، لكن نحن دايما بيقولوا أنه خلي التحرك سلمي، خلي التحرك يكون فقط في الساحات. شفنا أنه كل التحركات يلي عم بتقوم فيها الثورة، السلطة لا ما عم تتأثر فيها وعم بتستمر. وشفنا مبارح مشهد فضيحة التعيينات الإدارية، ما كأنه لا في ثورة، ولا كأنه في مطالب، ولا كأنه في وجع للناس. بعده استمرار الأداء الطائفي المذهبي، بعده عم بيأثر على حياة الناس، بعده عم يأثر
بتأذي الناس اللي بحياتهم اليومية، وشفنا أنه ما في معالجات جدية للأوجاع الحقيقية ولا للمطالب الحقيقية للناس. هلأ تريدون استقالة هذه الحكومة ولا تريدون تصويب عملها؟ لا، نحن بدنا استقالة هيدي الحكومة. استقالة هيدي الحكومة نحن توقعناه من لحظة تشكيلة، من ما قبل تشكيلة، لأنه شفنا أنه هناك مشكلة بنيوية بهيدي الحكومة جاءت تمثل إحدى المجموعات السياسية، مجموعة 8 أزار تحديدا، ونحن كنا شايفين أنه هيك مجموعة مش قادرة تاخد لا سئة المشهد السياسي ولا سئة الشعب ولا سئة المجتمع الدولي. ونحن شايفين اليوم بكل الأزمات المتكررة الفشل الزريع يلي عم بتعاني منه الحكومة في معالجة الملفات الأساسية، عم نلاقي إنه هيدا الموضوع وصل إلى المصارف، إلى الحياة اليومية، إلى الغلاء، إلى الأجور، إلى كل الأمور، حتى بالمشاهد الأصغر يلي هي كان فيها مثل تعيينات أو تشكيلات قضائية، عم نشوف إنه كله هيدا متوقع. عندكم معلومات عن اجتماع بكرة شو ممكن يطلع عنه؟ مقررات، أشياء، قرارات جديدة ولا لا هو فقط لاستيعاب هذه التحركات الليلة؟ اجتماع بكرة لن يكون له أي تأثير على الشارع، الشارع سيكون له تأثير على الاجتماع، مش بالعكس. الشارع هو الذي سيقرر اليوم، لأنه بداية الحل اليوم تبدأ في الشارع. المطالب الاجتماعية اليومية هي التي رح تفرض أجندتها على الحكومة وعلى رئاسة الجمهورية وعلى المجلس النيابي. بيقدروا يتفرجوا، بيقدروا يعيشوا حالة نكران مثل المريض وعم ينكر يلي صاير معه. الشارع هو اليوم يلي بحدد آلية التحرك والأجندات يلي الحكومة لازم تلتزم فيها. انتوا رح تطلعوا بشي قيادة للعالم، تطرحوا رئيس حكومة، تطرحوا مرشح لإلكن، ولا الأمر نفسه سيتكرر مثل بالأشهر الماضية؟ يعني لا قرار لإلكن واضح ولا برنامج واضح لإلكن؟ البرنامج نحن عنا برامج، لكن أي برنامج اليوم، وطرحنا كتير أفكار على الإعلام، حلول اقتصادية، طرحنا حلول مكتوبة، خطط بالنفايات بالكهرباء، طرحنا كتير خطط. فإذا نحن برنامج عنا، مش أنه عنا مشكلة بالبرنامج واحد. تاني شغلة، نحن بالموضوع القيادات نحن موجود كتير رموز من رموز الثورة، ولكن المشكلة هي التعاطي يلي عم بيكون من قبل السلطة. ناطرين هني انه بالثورات يصير في انتخابات. بأي ثورة بالعالم بيصير في انتخابات؟ الثورة تفرز قيادات، وهناك فرز للكثير من القيادات عم نشوفها اليوم، اصبحت ان كان وجوه اعلامية وان كان عم بتمثل المجموعات بالمناطق، لكن الاكيد انه هناك تنسيق بين المجموعات ان كان على المستوى المناطقي وان كان بنوع لا مركزي للعديد من المجموعات مع بعض البعض. طيب، رح تكتفوا بالمطالبة باستقالة الحكومة ولا استقالة العهد ولا فقط استقالة حكومة؟ نحن مع تغيير السلطة كلها، نحن بدنا تغيير السلطة كلها من أعلى الهرم إلى آخر درجة من الهرم، ولكن الأمور تكون على المستوى الدستوري. نحن ما عم نطالب بإنقلاب عسكري، نحن عم نطالب التغيير يكون بالمؤسسات الدستورية، بتغيير مجلس النياب، بانتخاب انتخابات نيابية مبكرة أو غير مبكرة، ولكن نحن بدنا أكيد تغيير للمجلس النيابي، وبالتأكيد كمان بدنا تغيير لهي الحكومة. بدنا حكومة مستقلة بصلاحيات استثنائية تقدر تاخد البلد بالثقة، أول شيء بثقة الشعب وبثقة الناس وبثقة المجتمع الدولي، حتى تاخد البلد إلى مرحلة مختلفة ومرحلة خلينا نقول فيها سلام للمجتمع.